بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش كبرايت رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هي خدام جهشتن إيجبو بشكشيرنا خلاتك كاديش برنامج ما بواري أمي بيش خدتكن أبي بواري الدفمة مكم بكتن بري مبدتن باشي وخيري أم جهشت بين برينو كما سر هندي عمت آخفتنكو إيمان ما بكتابت بري قرآن هابتن كتابة خدية في القرآن، يعني بحث جيكري قرآن وكتابة تريد وانا ما إيمان بها بتن وما بحث كر كو أفان كتابة هندك جهورين يتكتن تيدا خلق وانا أو أمانة خدية ديناي بردست وانا أو أمانة هندك جهورين إخستني وأف جهورين جي قرآن بحث جيكري قرآن يقوتي أف جهورين يتكتني قرآن يقوتي الديفنشن قرآن يا قوتي أو تخلتن أو خلتي ديا دس نشان كرين وأشكرا كرين إيك شوان خلتي أفنا كو أفيت خلكي دس تخكري نافدا و أو أخفتنا خدي جهوري وبدل كري إيك شوان أفنا أفيت كو بجن مسيحي أوانا هندك جهورين تأخستن إنجيل دا قرآن هو صباح ستكتن بشتوى من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. رب العالمين بما بحثت كتن بشتن هندكت هين بجن أم نصاران أخذنا ميثاقهم مع عهد الصوص شوان وارجرت كرد أو سريكا بيغمبري وخابن صلافة قد السربن وقوشو قهورنا نأخني فنسوا أفانا جبيركر أو عهد الصوص حظا مما ذكروا به أو بهرو بشكت خدي دايني إمانته هنا في التوحيد إيمان بخدي بين التوحيد رب العالمين شو قهورنا نأخني عهد الصوص ما جوار قرتن بشتي اوانا اف عهد الصوصتها جبير كرن بسبب في جبير كرن چلي هاتن تفريقا كتنا بين وانا دا كاچاوا تو تشتكي لسقط كي يعني باتفاقي كتتنا بين وانا دا وشبنا بين وانا دا ناشد فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء بسبب في چندكو اوانا بشتا خداي بي بشتن اف تشتكتنا بين وانا دا كرب وعينات او قرتن وكي غري كاتشوا اتمينة بتشتيفا وبيبات تيت لسقا كرني حقد وعينات وتفريقتنا بين فاندا بيدابي الى يوم القيامة وندو اختك بدموهيك ايتن نخير حتى رجا قيامتي افادمين وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون باشي خدي دي بيجتوانا بيشتي كاوا تشكرا دي رجا قيامتي رب العالمين بيشتي كرب وعينات وباتفاقي دي كافتنا بين وانادا حتى رجا قيامتي رجا قيامتي رب العالمين بشي وأفيا كري أفيا كري أفيا كري جارك دي قرآن رب العالمين القرآن دا غازي وانات كتن يا أهل الكتاب أهل الكتاب بحسي جهي وفلانة بشتيا أبتكو خدي كتاب وهنارتين إنجيل وتورات قد جاءكم رسولنا بوهات بيغمبري ما صلافة قد السربن يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب دي بوغالت اشتادياركت واشكراكت اويت وفشارتين شوي كتاب او بوهاتي ويعفو عن كثير ودهن دا كده ترجي خد دي الوابورتن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اجدف خد بوارناهيكات وكتابك ديار واشكرا واضحات وهركسك بفيتجي تشتكي الدليوي داهابت بلا بتكرم كتن وكي قرآن بحثت كتن قل هات برهانكم إن كنتم صادقين هركسا كشو آخفتنا كبيجتن دجي في آخفتني آنشكا كدلي داهابتن دليل خبين حكا هين راز بيجن إذن قرآن أف بحثكر قهورين كت أو عهد صوصة خديد شوانا وارقرتين بريهنجي أفهاتن جبير كرني وبيغمبرهات صلافة خد السربن أفتشتكي واضح كرن كأبواسطي قرآني جهة كده تري رب العالمين دي سبحثت كتن بشت أف قهورينة أهل الكتابة إخستيني خدانة أهل إنجيل وتوراتي الدين خدا وكي مسألة جهية جهي شد بجن
جهيد بيجن حاشا شوا هندكش فلا في آخفتنة بيجن عيسى كره خدية جهيد بيجن عزير كره خدية شد بيجن بشت عزير ابن الله و أفا آخفتنة كشن خد بيجن رب العالم ما فات قرتن بشتن وقالت اليهود عزير ابن الله جهية قوت عزير حاشا كره خدية وقالت النصارى المسيح ابن الله ونصارى جي اوان جي قوتي مسيح محسي عيسى بيغمبريا صلاة وقضي سربن كره خدية ذلك قولهم بأفواههم أفا آخفتنا وانا نبدأ في وانا أفا آخفتنا وانا نبدأ في وانا جدا في وانا دركتي يضاهئون قول الذين كفروا من قبل أف آخفتنا بيجن عزير حاشا كره خدية عيسى حاشا كره خدية أف آخفتنا مقابلي آخفتنا كافرانا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل يعني عينا وكي كلمة كفرية كافرت بري هنجي كاتشغوتا قاتلهم الله أنا يؤفكون رب العالمين نفرين اللي تكتبشت أفت وهو كريه خديفان بكجتن بوچتشتي بوفي ببختيا أفتكن رب العالمين نكر هيا نعيال هيا نجن هيا نكتش هنا أفا رب العالمين جفان تشتا إبارستيا إذن قرآن هات أفا يهود بيجن أف كتابة هود بيجت أفا ديج هود بيجت وصابو عالمي جدخينن قرآن هات أف كتابتك خلتي وانا درستكر خلتي وانا قلتي أفا أف انحرافة وأف سرداتشونة أفاش ريكا خدهين دركتين قرآن هات بود درستكر إنج في دركتين أفا خلتا أفا درستا وبود دياركر رب العالمين يباكو منزها إجفي أفا هند بيجن وقرآن بهات خاري قلتي حاشا خده شكر نينن نعيسى ونعزير ونكسي لتري نعيالي خدينا عيا خدي شوانا خدي أفايا قل بيغنبري بيشتس بيغنبري صلاوة خدي سربن ودبيشت ما بسرمانا خدي هوصا نشا خلق ابدن خدي أفايا نعوايا خلق جيد بيجن خدي باكو منزها شوي أفا خلق بيجتن قل هو الله أحد بيجن خلقي خدي إيكا الله الصمد خدي نمحتاج كسية همي كس محتاجي وينا أو كسي عيالها بتو جني بينتن أو هوجي عيالي وهوجي جنية رب العالمين هوجي بعيالي نينا وبجني جنينا وبكتا جنينا الله الصمد خلقك مخلوق هوجي خدينا نخده هوجي وانانا صمد الفيري يعني بعربية بجني المقصود إليه بالحوائج مخلوقات همي عرض عسمان وإنس جن كون همي قستا خديت كتن وكي محتاج تشتكيت بتن نكو خدي هوجي هندكانا خدي هوجي جنية حاشا هوجي كورية هوجي كتشية مشرقيت عرب تقول حاشا ملايكاتن كتشيت خدي وأبي ديتري أهل الكتاب جي عزير وعيساي اتكن عيالي خدي رب العالمين بشتي بيجا خلكي أفا خدي نهوجي كسية حتى يعني هوجة هي خب قتينة وإنما مخلوقات همي أفكون همي هوجي خدية خدي صمد صمد أو يكو خلق خو هوجت كني مخلوقات خو هوجت كني الله الصمد لم يلد رب العالمين برينوكا ودفقاذي وحتى قيامتي رب العالمين شكس نبيا ولم يولد كس شويج نبيا ولم يكن له كفوا أحد وخدي تشهف كيف برامبار يتوكي خانين وكي مالكة مظن الدنيا أبا يفي دولتي أبا دولتا دي تريا خدي تشويت وصانين كو بجاوة خدي خالقي في كونية وإيكي دي تريها بت خالقي كونة كي دي تريها بتو خدي كي دي تريها بت أبل دف رب العالمين ينينة أبين شخل كبدن ورب العالمين بريار دا لساد في قرآن دا هين دخلت حاشا هين هندك مروفا أبين يعني نزيك خدي بكن بجي أفاجي إلهك بچيكا أفجي يعني إش بشري ويفترة قلت بيغمبر همي صلاة خد السر هميابن بيغمبر بشرن بيغمبر مروفن فرقتنا بينا بيغمبر ومروفا دا هردو مروفن خارن وفخارنا
رابین ورنشتنا گل خلکتین چن افتشت بسر مروفاتیم سروان جداتین برساتیه ترساتیه نخوشیه تعبه ساخیه مرنه نساخیه و بسر همیاداتین که صفات مروفات چوانن افجت وصانن فرقتنا بین پیغمبرا و مروفاتا وكي قرآن البيشتن وحية بس مروفا وحيش دف خدي بونائد بيغمبرا وحيش دف رب العالمين بوتيتن ورب العالمين دا خصوصية ديتريجي الدايني طيبة من دي الدين بيغمبرا صلافة خدي السربن دابشين اذي وحي رب العالمين راجرن وبجهين تحملا وان مصطرة الشيخ الكي بهم فرهيا وان مصطرة الشيخ الكي رحمة وان مصطرة الشيخ الكي علم وان شيخ الكي مصطرة او معجزة سردستي وانا شيد بن شيد خلكت مصطرن دابشين شو لي خابكين كبيغمبرن صلافة خد السربن ورب العالميني هندك صفات الدين وانا بشين في امانتي بجهين خلكي وبدرستاهي رب العالمين شد بيجتن قال بيغمبري مت اخفت محمدي صلافة خد السربن ويالجل بيغمبري ديجي اخفتي وياقوتي وانجي قل رب العالمين بيش بيغمبري بيجا خلكي أسأفما قل إنما أنا بشر مثلكم بيجا خلكي أجي مروفم وكيوا شو فرقتنا بين منو ودانينا بس أفتينا بتن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أس مروفم وكيوا كاهن شوانا أجي وصانم بس فرقتنا بين منو ودا وحي بومتيتن وبوانائد إنما هو إنما إلهكم إله واحد باش بزانن خديه و إكبتنيه دو خدينين سي و چار و عالم جد بجدن إكبتنيه و أو خديجي وصانا نوكي كسي ليس كمثله شيء الهند آيات دي قرآن و خديهن دي تتصور بكجي هزرو بيرت خط نشي بجي كخدي چوانا بوشي چنكش هندي دركتي اكو انسان يعني بهزرت خب جهة رب العالمين بني اسرائيل بصيارة كش موسى بيغمبر كالصلاة خد السربن قوتي ام ايمان ابتنائن حتى تخدي نشام ابدي واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة اف بصيارة كر فيت ام جي هند تشتاش خد بزانين كاچوامش اكو دزانين وشد فيت قالي بني إسرائيليا هنجا أم إيمان بتأيني تتأيني يا عيسى يا موسى بيغمبر صلاة خد السربن حتى تخدي أشكراني شمبدي فيت شينابد فيتوني شمبدي إنا موسى بيغمبر صلاة خد السربن أف بصيارة إش خدي كر قلت يا ربي يهود بيجن من أس شبيجي بيجي مونا أس دي تبينم آنات ودي شيمن يعني خاني شامدي يعني يا ربي أس دي شيم تبينم يا رب العالمين قلت موسى بيغمبر إنك لن تراني وموسى بيغمبر بأسلوبك طازة قال ربي أرني أنظر إليك يا ربي نشا مبدأ أزد شوى تبينم رب العالمين شو قلتي قلتي إنك لن تراني تنشم ببيني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني بس برا خبدا في تشيا يا هندا مازن هكر تشيا الجيخ الراوسطة مال جيخة ما وكي خواش نكاتو ديما بيني فلما تجلى ربه للجبل موسى بيغمبر وكي امري خدي برا خدا تشياي ورب العالمين يخوان نشا تشياي داي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا افتشياي هاتشلي هات وصا هاجا وكي مفسرت بجن بجتن او تشياي هنت مظن بيتوز بشافت موسى بيغمبر بشتم وقت موسى اف منظر ديتي اف تشياي هندا مظن يهندا بقوات كوبي توزل بشافت وي موسى كتو نهش ياربي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا موسى يعني كت ونهش ياربي فلما افاق بشتي هش ياربي بشتي مداهكي قال تبت اليك وانا اول المؤمنين يا ربي من توبيا من بواري إينا وأسي بصرمان إيكيما يا ربي مزاني بوشيتو يعني أنا شمت ببينم معناه من أو قوتنينا أو شيان منين الدنيا إيدا بفي كلاخي بفي زعيفاتي وأستا ببينم إن رب العالمين فان نموناني شا مادة بيش دقالات اشتاهين دي بيجن لازمة أبا تشيبتن تشينابتن هين نشن حتى خدي والوناكتن كهين بشن
ورب العالمين جد الدنيا إذا في تشتيناي هند الشولت هين رب العالمين دي دتمة وكيبوا ما بيغمبر هنارتين وكيبوا ما قرآن هنارتين كتاب هنارتين حقيين الشام أبدت أفت الشولت خدينا علمك خدين الشام داي بس هند تشتديت هين كير الدنيا إناين لازم خدي إنساني بدل كتب جهرت قوتك هذه تريب دتي وكي شو إنسان وقت بشتن بحشته خل برخشيت بحشتي ناجرت قوتك ما ظن رب العالمين ديدتي حتى خل برخشيت بحشتي بقرتن وقوتك ما ظن جديدتي حتى خل بر عذاب جهنمي بقرتن وكي بيغمبر الصلاة تخد السر بهندات الشتاد بيجتن ضرس الكافري مثل أحد بيغمبر بيجتن دداني كرسي كافري هندي جاي أحد ليتتن وغلظة جلده 46 ذراعا وستيراتيا كفليل الشيوي 46 جزا پیغمبر حدیث کادید بیشتن اول آخرتی اول جیان کادید تیر پشتی ها دنیای اپکیر وین او اپکیر نایتن بویا آخرتی نخوشی توی و نخوشی توی انسان وی قلافتی وی ضعیفاتی خوال بر ناگرتن بین من کبی الکافر پیغمبر حدیث بی صلافت خود سربن نا بین هر دو ملت کافری جوی رخی بو رخی دیتره مسیرت ثلاثة ایام للراکب المسرع سیز روجل دیویک بچتن سیار بچتن و بیر راوستان خلاص ناکتن خلاص ناکت و جا کنی چند دیه اذا رب العالمین ده تشتانی شام مدتن قرآن ده قرآن ده تشتانی شام خلکه دیتن بشتن نه همه هر تشتکی تا ویاد زانی دید دنیای ایتن نه هنده تشتیت آخرتی نه و جا رب العالمین وکی بومد قرآن ده بحثت کد بشتن بشت پیغمبری بجا خلکه اسم روفم فرقتنا بين منو ودا وحي بومتيت نبوة نائتا وأفخلتيت هند كتنتيدا وإخستيني أفخلتيتك همي يدخلتا وندرستا وشينابت هنديف بشن وهنديف بشن جي رب العالمين قفل وكرين چنكي هندي جيانا خويا خلقا كيدي تري تيقبن شوافقا في خلق شركة پیغمبرا دركتي صلاة خود السربن شركة قرآن دركتي برا خب دا ظلمي برا خب دا كشتني برا خب دا حقد وعناتي برا خب دا أفخشيت رب العالمين هند داين ادفي عرديدا تيرا مناكن عالم اجبر صادات مرتن بينما تشين دهجا هنديفان مروفاج خدانكن عالم يا ايكو دتكجتن هكير هوا دست خلقي دابا افيت شركة خود دركتين دا هوا الخلقي قطعكن ويد بيجنجي افمرو فتا هندا جالك لازم علاجك لبكن بلا افمرو فنامينن يعني خد دينن بلا اوبمينن وخلكك دي تري نامينتن افهمي دركتنا شريكا خدي اگر نسا اگر ريكا خدي با كسي نتويري دركتن چنكي عرتي خديا وعبدت خدينا ونظام قانون جيت خدينا هر ايك ديل ديف حصاخا ولديف شيانه خوار جرتن ولديل ديف چتن وتشينا بتش حدود تخبورتن جرب العالمين بيشتن هكرا وينتون وأفخلت يكرن رب العالمين دي وعقوبات بوشي شكي هدي ظلمي الإيكو دوكن ورب العالمين ما بحثت كتن بيشت أو كافر بين أويد بيجن عيسى كوري خدية أو كافر أويد بيجن عزير كوري خدية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أو كافر بين أويد بيجن سي خدية هين سي خدية لقد كفر الذين قالوا أو كافر بن أفيد في آخفتن البجن إن الله هو المسيح ابن مريم خدي كيشكا مسيح كر مريم هي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أو كافر بن أفيد بجن سي خدي تهين وما من إله إلا إله واحد نيند في كوني داد في وجود دا إلا إلهك ابتنية هي أو ابتنية وقرآن بما ديارت كتن أفخلت يوانا أفا چتشتا أفا كتت عقيدة دا وبيرو بواريتوان دا طبعا بوشي عالم بيشتن سي خدينا وان دي زيدة تركين بوشي خدي عبدينيا خدية كبتني ناكن هميد زانن خداني مظن أوي في كوني بوشي هندك دي ديال دا بشين بخوا هندك مرمت خوا برجوان ديت خوا بكن ديني دا سر خلق بصفين انو عالم قوي قبلتي بجاوة ديني خدية دينكي تشيكن هند خصوصيات عبدن خوا رب العالمين در في حقيقة شد آخفت بحسي عيسى پیغمبر شوات كتن بحسي مريم شوات كتن بحسي عزير شوات كتن بشتن ما المسيح ابن مريم إلا رسول عيسى كر مريم بس پیغمبر ونچتشتا أفت هنجد بيجن
بس پیغمبر خودی قد خلت من قبله الرسل او جوکی هندک پیغمبرانه هنده پیغمبرت بریوی چوین او جدی فانا دهاتی و امه و دیکاوی یا پاقش و مجین صدیقتون صدیقه صیغه مبالغیه اش چه تشتی گلک یا رازگو بی گلک باوری بخوده هبی گلک عبادت خودت کر گلک یعنی ایماناوی گلک مازم بی و که پیغمبر حدیثیت به صلافت خود سر بن الظلام گل پیغمبرت رابین الجنکا چو پیغمبر را نبینه بس چار جنک مزن جنکت دنیای نه هر ایکت وقتی خدا ایک شوانه بحثی آسیا جنا فرعونی مزن جنکت دنیای تو وقتی خدا یادو مریم کیچ عمرانی مزن جنکت دنیای یعنی چه جنکت دنیای دابو پاقجی و بجرینی و عبادت و توحید رب العالمین و ایمان نگهشتنه و رب العالمین یکی سروکا جنکت دنیای همیه و خدیجه دیگه ما بسرمانه ات وقت خدا اوجی مزنا د جنک دنیای او کیچاوی فاطمه الزهراء اوجی مزنا جنک دنیای جرب العالمین چت بشتن بشتم المسيح ابن مريم الا رسول مسيح پیغمبرکش پیغمبر صلوات خود السربن قد خلت من قبله الرسل وهند پیغمبر بری وی چهاتین اوجی تیتون دهند کی دی دی فیج داین و امه دیکاوی صدیقه ایک شوانانه اوا گلک ایمانوی مکم و راست و باوری به همی تشتید خوده هی کانا یاکولان الطعام اوا جهرد و مروف بین خوارن نتخوار وکی مروفا انظرو کیف نبین لهم الآیات بری خب دیم دی چوا علامت سرمزنه یا رب العالمین بو خلک دیار کن ثم انظرو انا یؤفکون پاشی بری خب دی وان بی بختیا اوی تین کرنی الدر حقا وان پیغمبرا دا صلاوت خود سر بن إذن الفيري كو أفا بريارة دمهيكية چو الشكت دانين كتابك درست و خده جرازي و قهر نكتيني نبكي ماسي و نبزي دهي و ما يوكي خواه چوا خده بو پیغمبر خواه نارتي صلافت خود سربن و ما يدست مروف اجده حتى رجا قيامتي حتى في قاوه ماي چو کتاب نینن کتب جه و کتاب خوده اش غیری قرآن زیده تری بو چی؟ چونکه قرآن چو گهور نکتنه نبزده و نبکیماتی و او 1400 ساله اف دنیا اهمیاتیت بسرمان و غیری بسرمان و تیگه هشتی و زانا عاقل و عالم همیتین هزرت خود و قرآن دابکن نشن تشتکی گهورینی بیخینی بو چی؟ چونکه یا خوده یا اما مؤخفتنا بشری چو باتی دا گلا گهورین کهوته و یابسانه هیچ بی بوچی اف کتاب دیتره بدل بین چونکی آخفتنت مروفا بین وقتی آخفتنت مروفا بین بلکه اوی او چی کری ایکی دیشی اپ آقل تر دی ایتن دی آخفتنا اوی خلط در ایخد بینما بوچی نشن یا قرآن خلط در بیخن چونکی آخفتنا خودی علمی کسی ناگهت خودی زانی نا کسی ناگهت خودی بنجهی شولا یت کس ناگهت یا خودی اجبر هندی انسان همین راوستای مقابلی وی قرآنی نشتن چه تشتا بیجتن کتاباش حقی همین مستره کو سر روی عردی وی گاوی بس قرآن و چه کتابی دیتری نینن بو چی چنکی خلق نشتن ابدا نشول مروفان حتی مروف جی بشین مای خطه بکن حتی بشین خلطه که تیدا دیار بکن او عربت هند فصیح و بلیغ نشیان یعنی فصاحت و بلاغت قرآن بود چون سجده سری خواه بود چماند ابدزی و چون دیوان پیغمبری صلافت خود سر بمشوه گوی خود دا قرآن و او بینید گود گوتی والله اف قرآن افتو نه پیغمبری افت نه قرآن حتی وانجی نه چی المال آخر این خواره و علمی وی گاوه اگر مرسح کتی قرآن بحث چوا بحث وی علمید کتشنی که وی گاوه در کتین او بحث تاریخت کتو بحث اعجازا یعنی یاد قرآن دا هی چه کتاب دانینه بو چی او همیت قرآن دا هنه چنکی درستا هی قرآن کتاب خوده یه چه گهورین چه آخفتن ید بشری نکت نتیده نبکی ماتی و نبزیده هی جی و خلکه کت آخفت جی حتی ویگاوی آخفتن توانا همیت بلاشن و که هنده بخواه خب شهر زاییت این در افتشته تیده بس عالم تیت سحکتی برای خود تیت زانات سحکنه بشته آخفتن و یاد رو او تشتهین بیجن خلطه